وورد في الأثر عن الإمام محمد بن واسع إنه كان يدعو الله كل يوم بدعاء خاص، فجاءه الشيطان وقال له: يا إمام، أعاهدك أني لن أوسوس لك أبدا، ولم آتيك ولن آمرك بمعصية، ولكن بشرط أن لا تدعو الله بهذا الدعاء ولا تعلمه لأحد. فقال له الإمام: كلا، بل سأعلمه لكل من قابلت، وافعل ما شئت. أخي المسلم، هل تريد معرفة هذا الدعاء؟ كان يدعو الإمام فيقول: اللهم إنك سلطت علينا عدوا عليما بعيوبنا، يرانا هو وقبيله من حيث لا نراهم، اللهم أيسه منا كما أيسته من رحمتك، واقنطه منا كما قنطته من عفوك، وباعد بيننا وبينه كما باعدت بينه وبين رحمتك وجنتك. ساعدوا على نشر هذه الرسالة لعلي ولعلكم أن نكون سببا في اجتناب أخي مسلم من وساوس الشيطان، وجزانا الله وإياكم خير الجزاء.